أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الهادي الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الأكارم، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم دولة الإمام المهدي صلوات الله عليه. واليوم هو وظائف السيدة رقية عليه السلام في المعسكر الحسيني، الذي ستكون قسم كبير من هذه الوظائف تتجسد في معسكر سيدنا مولانا الإمام صاحب العصر والزمان عليه أفضل الصلاة والسلام. في حديث للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، وهو يصف معسكر الإمام الحسين عليه السلام ومكانتهم السامية، يقول صلى الله عليه وآله لأبي ذر: واعلم يا أبا ذر إن الواحد منهم 70 بدريا، يا أبا ذر واحد منهم أكرم على الله من كل شيء خلق الله على وجه الأرض. وفي حديث لسيدنا مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في مكانة ووصف المعسكر الحسيني، يقول: لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من كان بعدهم. وفي الإرشاد للشيخ المفيد الجزء الثاني صفحة 91 يقول عن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام: فجمع الحسين عليه السلام أصحابه عند قرب المساء وقال فيما قال: أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا. ولهذا وذاك كله فقد احتلت نهضة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وثورته مساحة واسعة في العقيدة والفكر الشيعي، لا بل تعدتها حتى عبرت حدود الزمان والمكان والدين والمذهب والعقيدة، لتحتل مساحة واسعة في الفكر الغربي على اختلاف توجهاته وعقائده الدينية والفكرية. فهذا الكاتب والمستشرق الإنجليزي توماس كارلايل يقول متأثرا بنهضة عاشوراء: أسمى درس تعلمته من مأساة كربلاء هو أن الحسين وأنصاره كان لهم إيمان راسخ بالله عز وجل، وقد أثبتوا فعلا بعملهم ذاك أن التفوق العددي لا أهمية له وقت المواجهة بين الحق والباطل. والذي أثار دهشتي، هذا يقول المستشرق، والذي أثار دهشتي هو أنصار الحسين رغم قلة الفئة التي كانت معه. هذه القلة، ومن هذه القلة هي موضوع حلقتنا لهذا اليوم، سيدتنا ومولاتنا رقية بنت الإمام الحسين، التي آثرت وآلت على نفسها إلا أن تكون لها بصمة واضحة وأثرا واضحا في نهضة أبيها الإمام الحسين عليه السلام، وسجلا خالدا في قضية التهيئة للدور الإعلامي الكبير الذي كان للإمام زين العابدين وللسيدة زينب، وكان لهذه الطفلة الصغيرة التي لم تتجاوز الثالثة أو الخمس سنين بحسب اختلاف المصادر، أكثر أو أقل، لكن هناك دورا مدويا كان لهذه الطفلة، ألا وهو دور المظلومية. وما أدراك ما دور المظلومية وأثره في قضية الثورات وفي إحياء الدور الإعلامي لهذه الثورات. إذن سيدتنا ومولاتنا وظائف السيدة رقية صلوات الله وسلامه عليه في المعسكر الحسيني هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، لكن ابتداء دعوني أرحب بضيفي سماحة الشيخ حمزة اللامي الباحث الإسلامي والخطيب الحسيني. مرحبا الله وتقبل الله أعمالك وعظم الله أجرك إن شاء الله تعالى. عظم الله لنا ولك الأجر سماحة الشيخ.
ابتداء سماحة الشيخ، لو أردنا أن نقف عند موقف المجتمعات المتعاقبة من السيدة رقية بنت الإمام وكيف تعاملوا معها؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الخلق أجمعين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام على يتيمة الحسين شهيدة أبي عبد الله الحسين المدفونة بخرائب الشام، صلى الله عليها وعلى آلها، ولعن الله ظالمها وقاتلها. في الحقيقة هناك أربعة أصناف من المجتمعات المتعاقبة تعاملت بشكل إيجابي وبشكل سلبي. نعم. مع شديد الأسف مع هذه السيدة العظيمة الجليلة القدر السيدة رقية التي دفنت في خرائب الشام. نعم. الصنف الأول هو الصنف الذي قتلها. طبعا هذا الصنف من المجتمعات يشكل هو هوية الشخصية القاتلة للمعصوم. الصنف الأول الذي قتلها مجموعتين، المجموعة الأولى هي المجموعة القاتلة، يعني بتعبير أكثر دقة هي المجموعة التي باشرت في عملية الأسر والسبي والشتم والضرب والترويع. وهذا الصنف تحدثت عنه زيارة عاشوراء وقالت: ولعن الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن. هناك قتل وقع لآل محمد بالأيدي، وهناك قتل وقع لآل محمد بالألسن. مريم قتلوها بالألسن عندما قالوا لها: أنى لك هذا، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يعني الجميع كان يحلف برأس مريم، الجميع كان يتقاتل من أجل كفالتها. بمجرد ما أن امتحنها الله تعالى بالإنجاب المعجز بدأ القتل بالألسن. وكذلك يوسف الصديق أرادوا قتله بالألسن عندما أشاعوا ثقافة مميتة، بالأصل هي ثقافة تسقيطة بين الناس وإسقاط اعتباريته العصموية. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هناك ثلاث ثقافات في المجتمع البشري: الثقافة الحية، وهي ثقافة الأنبياء والأولياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، والثقافة الميتة والثقافة المميتة. طبعا الثقافة الميتة من قبيل ثقافة التصوف، تدعو إلى الموت والاعتزال. الثقافة الأخطر هي الثقافة المميتة، وهي ثقافة التسقيط. وهذا التسقيط هو المرض الذي يئن منه كل مجتمعات البشر بأشكال متعددة ومتنوعة. المهم، الصنف الأول هو الصنف الذي قام بقتل هذه السيدة الجليلة القدر، وهي السيدة رقية. وهذا الصنف مجموعتين، مجموعة اشترك بقتلها باليد، ومجموعة اشترك بقتلها باللسان، والمجموعة الأخرى هي المجموعة الراضية. الراضية التي عبرت عنها زيارة عاشوراء: ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. هذه المجموعة الراضية هي مجموعة حاضرة في المكان وحاضرة في الزمان. وهذه المجموعة التي حضرت في المكان وحضرت في الزمان المجاميع المؤيدة، يعني كالمجتمع الشامي. نعم. الذي أيد القتلة وقام باستقبالهم واستقبلهم بالأهازيج والأفراح والستائر الحمراء وإلى آخره من مظاهر الفرح. وأيضا هذه المجموعة منتشرة الآن في كل أصقاع البلاد، وهي مجموعة ترضى بفعل القتلة. أستاذنا الفاضل، البعض ينتقد الشيعة على فقرة زيارة عاشوراء لأن هذه الزيارة كثيرا ما يرد فيها اللعن. نعم. واللعن هو عملية شجب وبراءة حقيقية من أصول الظلم في المجتمعات البشرية. ولذلك العبارة تقول في زيارة عاشوراء: ولعن الله أول ظالم وآخر تابع. إذن أكو أول وأكو تابع. هذا التابع منتشر في الآفاق حسب يعني زمان كل مكان وموقع كل مكان. هذا الصنف الأول. نعم. الصنف الثاني هم الذين أنكروا وجود السيدة رقية طبعا، وهذا الصنف أيضا مجموعات. نعم. الذين أنكروا مجموعات. المجموعة الأولى هم الذين تستروا على أسيادهم فقاموا بإنكار السيدة رقية وعدم وجودها وإلغاء حتى مقامها وقبرها، محاولة منهم لمسح آثار الجريمة. جنابك تعرف يعني في الأدلة الجنائية
أنه القاتل لما يقتل يرجع مرة ثانية على موقع الجريمة، يمسح شكو أثر إليه، يحاول يخفي شكو أثر إليه. وهذا الصنف قام بمحاولة مسح آثار الـ هو الذي يحوم حول جريمته، أي يحوم حول جريمته. نعم. هذا الأمر الأول. نعم. الأمر الثاني، يعني المجموعة الثانية في الصنف الثاني. نعم. المجموعة الذين أنكروا، وهم أصحاب بصراحة أصحاب التتبع المستعجل والتتبع الناقص. إحنا ابتلينا بمرض اسمه أنصافين. البعض يعني أستاذنا الفاضل، خلي أسأل أسئلة فرعية وأحاول أجاوب عليها حتى تتضح الصورة للمشاهد. كيف نتعاطى معرفيا مع الأحداث التاريخية؟ بأي آلية؟ يعني حدث وقع وأنا لم أكن حاضرا لا في زمانه ولا في مكانه، فكيف مع هذا الحدث الذي قد يكون الفارق بيني وبينه ألف عام؟ هنا لابد من التقعيد، يعني الحركة العلمية هي الحركة المقعدة بقواعد. شروط التحقيق في الوقائع التاريخية فيها قواعد. أولا، أن نجيد التتبع بشكل دقيق جدا. التتبع يعني لا يكفي لمن يسمي نفسه محقق أن يعتمد على مصدرا واحدا فقط وقريب من عصره، هذا ما يسمونه تتبع ولا يسمونه تحقيق. اثنين، أن نجمع للتحقيق كل صادرة وكل واردة وكل قرينة دالة. ولذلك البعض أنكروا يتيمة الحسين لأنهم استعجلوا في إعلان نتائج البحث مالتهم. البحث لابد أن يعتمد على قاعدة الاستطلاع التام. حتى الموضوع يتضح لابد أن نضرب مثل. مثلا هناك ظاهرة مرصودة في التاريخ حول شخصية الإمام زين العابدين. نعم. عليه السلام. الظاهرة تقول، هل أن الإمام اشترك في القتال؟ نعم. أم لا؟ البعض يقول هناك، البعض يرفض ويقول الإمام كان عليلا، والبعض الآخر يؤيد ويقول بأن الإمام قاتل. نعم. يعني أكو فريق يؤيد أن الإمام اشترك في القتال، أكو فريق من يقول أنه كان عليلا، يقول أنه كان عليلا. نعم. زين، إحنا شو نسوي؟ نقبل بالرأي الأول نترك الثاني، نقبل بالرأي الثاني نترك الأول؟ طبعا إحنا لازم نقوم بأمرين. نعم. إحنا من؟ سؤال، إحنا من؟ إحنا اللي ندعي نفسنا أنه إحنا نبحث عن الحقيقة. الباحث عن الحقيقة هو أكثر واحد يتعب. حسنت. بس مشكلة الناس لأن هي طبيعتها تميل إلى حب الراحة، فتلاحظ أنه البحث ينطلق عن الحقيقة ويتوقف، لأن الإنسان بطبيعته اللي يبحث عن الحقيقة لازم يتعب نفسه يلا يوصل للحقيقة. فهنا راح يدخل عندنا جانب نفسي في قضية عقلية. نعم. أنه الحب التسرع وحب الحصول على النتيجة الجاهزة راح يعني عملية هوى الذات تتسلل تدريجيا في الخارطة الذهنية، مما تؤدي إلى أنه الإنسان يبت ويقطع في نتائج هو بعده بالمقدمات، وهذا الاستقراء المنقوص. هذا الاستقراء المنقوص. نعم. وهذا مشكلة. أحسن. هذا الاستقراء المنقوص هو الذي يبنى عليه ويبنى عليه كارثة. ولذلك الإمام زين العابدين سلام الله، الإمام الصادق عليه السلام عفوا، يقول لا تكونوا مذايع عجلة. بعض الناس يستعجل في أن يبت أمر على صفحة الفيس مالته أو على صفحة اليوتيوب مالته ويبت ويقول أنا أول من تصديت، أنا أول من بحثت. أنا يا أخي ليش مستعجل أنت؟ نعم. أول شيء خلي نجي على فقرة الإمام زين العابدين. هل تعلم عزيزي المشاهد الكريم أن المعلومات المتصلة بالمقتل الحسيني يجب أن تأخذ من أصولها الشيعية؟ تدري لو ما تدري ما هي أصول المقتل الشيعي؟ مع بعض الناس يجون فقط إلى مقتل عبد الزهراء الكعبي أو مقتل السيد عبد الرزاق المقرم أو بالزايد كلش إلى مثلا مقتل معالي السبطين وانتهينا. توجد هنالك العشرات إذا لم نقل المئات المقاتل. من المقاتل. أول مقتل شيعي في تاريخ الشيعة. نعم. هو مقتل الأصبغ ابن نباتة. مقتل الأصبغ ابن نباتة. نعم. وهو من محدثي القرن الأول. سنت. دقق. وهذا المقتل طبعا متلف
بالحملات السلجوقية التي قضت على الدولة البويهية في القرن الخامس الهجري. يعني هذا المقتل كان مستمرا لمدة 5 قرون، 500 سنة هذا المقتل فعال في الأجواء الشيعية. نعم، نحن لا نجد له أثرا، نجد له روايات منتشرة هنا وهناك، لكن أكو مقاتل كتبت اعتمدت على هذا المقتل. نعم. هاي معلومة أنا أنطيها للمشاهد وللمتتبع، والبعض لا يستعجل بالقرارات. هذا الأمر الأول. المقتل الثاني مقتل جابر الجحفي المتوفي سنة 128، هذا المقتل كتب تحت إشراف الباقر والصادق عليه السلام، وما بينهما مقتل الفضيل بن الزبير وهو من الشخصيات الكوفية من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. هذا المقتل، مقتل الفضيل، طبعا هو موجود الآن وحققت النسخة مالته وطبعت، وأيضا هي موجودة متداولة لكن مو كل الناس يعرفوها. هذا كتب المقتل بأمر من الإمام الصادق وكتبه في سنة 90 هجرية. دقق. وهذا المقتل فيه رواية تبين هذه الرواية بأن الإمام اشترك في القتال وأثخن في الجراح. وطبعا هذا المقتل مو كبير بالمناسبة، هذا 20 صفحة المقتل. أنا شايفه ومطلع عليه. هذا المقتل هو 20 صفحة من الصفحات يعني بحجم هذا الكتاب. زين. الأمر الأول لازم أجي للرواية. الأمر الثاني لازم أكتشف لقرينة. القرينة مثلا قرينة شنو؟ مثلا سهل ابن سعد الساعدي ماذا يقول في الشام؟ يقول رأيت ثوب الإمام زين العابدين أحمر. هو يعلل يقول لما في عنق الإمام من الجامعة. طبعا هذا تعليله. أنا أسأل سؤال. ظاهرة التطبير اللي كانت منتشرة في كربلاء، نحن لسنا في صدد مدح الظاهرة ولسنا في صدد قدح الظاهرة. في صدد رصد الظاهرة. المطبرين اللي ينفعلون وتصير عندهم حالة جزع، يضرب راسه أكثر من 5 ضربات، تمام، ويبدي جسمه ينزف. هو ما يلبس ثوب أبيض، هو يلبس كفن أبيض. من الساعة 7 أنا كنت حاضر وأتجول وأرى بعيني، إلى الساعة 11 قبل صلاة الظهر، تلاحظ المطبر لما ينزل دمه ما يستغرق كل الثوب، تمام؟ نعم. فهذا مو عذر يا أستاذنا الفاضل يا سهل ابن سعد الساعدي رحمة الله تعالى عليك، أنت من الناصرين لآل محمد ومن أصحاب رسول الله، بس تعليلك هذا ناقص. الرواية التي تقول أن الإمام زين العابدين اشترك في القتال وأثخن في الجراح ثم بعد ذلك أصيب الإمام بحالة من الحمى وكان من أجلها عليلا، حتى أن الجماعة كانوا لما يردون يمسكوه ويقتلوه يمسكوه من إيدي يحسون بحرارته العالية فيتركونه. مسخن كان الإمام زين العابدين. ولذلك هاي قرينة. فالتتبع التاريخي، احنا ننطي كمثال وننطي كمصداق، التتبع التاريخي يكون ناقص. ولذلك أكثر الذين في الصنف الثاني أنكروا وجودها، وجود السيدة رقية، كان تتبعهم ناقص. ما مرتكز على قرائن. نضيف نقطة مهمة، وبعض الذين أنكروا هذه السيدة الجليلة استخدموا المعايير الذوقية والاستحسانات العقلية. طبعا من المصادر التي ذكرت تفاصيل حادثة الخربة هو كتاب عماد الدين الحسن الطبري. احنا عندنا الطبر الشيعي وعندنا الطبر السني. هذا الطبري الآخر اللي هو عنده كتاب اسمه المعروف بكامل البهائي. طبعا هذا من علماء القرن 7 الهجري، وكان معاصرا للخواجة نصير الدين الطوسي اللي مدفون بحرم الإمام الكاظم عليه السلام. في هذا الكتاب اكو تفاصيل كلش دقيقة عن ما جرى في خربة الشام، وهذا كتاب صار له أكثر من 700 سنة. فاللي يريد يحقق ليه يستعجل رجاء. الأمر الثاني المهم اللي احنا نلاحظه، مثلا لما وقعت حادثة القطارة وراح عندنا ضحايا من بعض الناس المتواجدين في هذا المكان، نلاحظ هجمة شرسة صارت على مرقد السيدة شريفة بنت الإمام الحسن. أنا لا أريد أن أتحدث أي حديث عن هذا الموضوع، ولكن أقول لمن يريد أن يعرف الحقيقة ارجعوا إلى كتاب
كامل البهائي لعماد الدين الحسن الطبري، وهو من علماء القرن السابع الهجري. نعم. حتى تعرفون السيدة شريفة شنو. حسنت. ما عندكم استطلاع كامل انتم، لا تقول لي انت اني محقق ولا تقول لي اني باحث، انت لحد الان ما مستطلع الكامل. يعني صاحب كتاب الكامل او كامل البهائي كما يسميه البعض، يقول ان للسيد ان للامام الحسن بنتا كانت موجودة مع الركب الحسيني في رحلة السبي، وعندما دخلوا الى الحلة ضربت هذه السيدة بسبب بكائها على سيد الشهداء، ضربوها بالسياط وقتلوها رفسا، حتى جاء الامام زين العابدين ودفنها سرا. طيب عزيزي المشاهد، انت اللي تنتقد لي، هاي منو؟ من تكون هذه؟ نعم. وهذا مصدر صار له 700 سنة. فإحنا لابد هي من الركب الحسيني في كل الأحوال. لابد هي من الركب الحسيني. نعم. لا نريد أن نطيل، لماذا هذا التسارع في إنكار مقامات آل محمد؟ نعم. قاعدة الاستطلاع ناقصة، فيصير عندهم إنكار. هذا الفصل الثاني أو الصنف الثاني. الصنف الثالث من الذين تعاملوا مع السيدة رقية على الله تعالى مقامها ومرقدها وزوارها والبكائين عليها، هم الذين مع الأسف الشديد استصغروها وقالوا عنها أنها طفلة صغيرة. والأطفال ليس من المهم أن ندرس سيرتهم، وليس من المهم أن ندرس أحوالهم. نعم. إحنا المهم أن ندرس سيرة رسول الله أمير المؤمنين، بس السيدة رقية عمرها 5 سنين، هاي طفلة، ضروري ندرس شنو سيرتها. تمام. أو أثرها. أو أثرها. نعم. خلي نجي نناقش هذا الصنف من الناس. طبعا هذا الصنف الأمر الأول، ماذا يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة، الخطبة في نهج البلاغة السطر التاسع صفحة 13 يقول: آل محمد كبيرة صغيرهم جمرة لا تداس. حسنت. دقق، ماذا يعني؟ يعني هذا الكلام أنه آل محمد صغير ولا كبير. حسنت. لأن الكل متصل بالحقيقة. حسنت. الكل متصل بالحقيقة. عندما نتوجه إلى النص القرآني ماذا نجد؟ نجد أن في نظام الأنبياء، في أسر الأنبياء، أكو نظام خاص للصبايا. دقق. نعم. خلينا نظام إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. سماحة الشيخ، أعزائي المشاهدين كونوا معنا، ولكن بعد هذا الفاصل. أنا قلبي لك، أنا عقلي لك، أنا باختصار أنا كل لك، يا ملك حنا ملك الملك، أملي ومنى الذي أملك، من مثلك لا مثل اللي إلك، على ساعة يضحي بكل جملك، عايشي وياكم شبابي ينتحب فدوى الشباب الأكبر في نفس شبابي، أبجيك والطمع الصدر مو للثواب وللأجر، أبجيك لأنك تستحق دمعة مصابي، عايشي وياكم ساداتي ميتي وياكم معكم. Hey!
كربلاء النشيد قلوب مشغارك اصف دليل حرب اهما عرك وسلاح حسين قلوبي اللي سمع لترس درعه أعزائي المشاهدين، هذه عودة إليكم مرة أخرى، برنامجكم دولة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام ووظائف السيدة رقية صلوات الله وسلامه عليها في المعسكر الحسيني وتأثير ذلك مستقبلا على معسكر سيدنا مولانا الإمام صاحب العصر والزمان. نحن نستعرض هذه العينات الكثيرة من المعسكر الحسيني لأن لها أصولا في المعسكر المهدوي صلوات الله وسلامه عليه. ورحبوا ثانية بضيف سماحة الشيخ حياكم الله حمز اللامه، مرحبا به ضيفا عزيزا علينا. حياكم الله سماحة الشيخ، يعني وقفنا مع الصنف الثالث ألا وهم الذين استصغروا الصنف السيدة. الثالث من المجتمعات المتعاقبة هم الذين استصغروا هذه السيدة رقية سلام الله تعالى عليها، واستصغروها بسبب صغر سنها، لأن الروايات حصرت عمر السيدة بين الثالثة والرابعة والخامسة. أنا أسأل سؤال، إذا كان أمير المؤمنين يقول آل محمد كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمرة لا تداس، ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن آل محمد لا صغير ولا كبير، يعني معيار الصغر والكبر في نظام الآل عند آل محمد هذا النظام ما يشتغل، لأن الله تعالى أطلع الجميع على نظام الحقيقة. عندما نعود إلى النص القرآني نجد أن النص القرآني يؤسس لنظام خاص بالصبايا في أسر الأنبياء. يعني عندما يقول الله تعالى وآتيناه الحكم صبيا، هذا من؟ هذا إنسان وصل إلى مقام النبوة وهو في عمر الصبايا، خلينا نقول الصبا. من هو هذا؟ هذا نبي الله يحيى سلام الله تعالى عليه، أعطي مقام النبوة، أعطي مقام الحكم الإلهي، أعطي مقام آتيناه الحكم صبية. إذن هذا نظام خاص محصور لآل محمد. وأمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه في خطبته المعروفة خطبة الوسيلة، وأيضا في كتاب بحار الأنوار جزء 23 يقول سلام الله تعالى عليه لا يقاس بآل محمد صلوات الله عليهم من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا. لأن آل محمد عندهم نعمة جارية على جميع الخلق، نعمة ولايتهم، نعمة معرفتهم، حجيتهم، وهم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة. يعني الوراثة أي وراثة سؤال؟ وفيهم الوصية والوراثة، وراثة الكتاب. يعني القرآن حينما يقول ثم أورثنا الذين اصطفينا، ثم أورثنا الكتاب الذين في آية 32 من سورة فاطر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا من عبادنا. فالكتاب هو الموروث لهم، فمن كان علمه علم الكتاب هذا مقامه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الصنف الرابع هو صنف المؤمنين بها، صنف المؤمنين بالسيدة السيدة رقية سلام الله تعالى. هذه أربع أصناف تبينت. إذن سماحة الشيخ، هذه الأصناف الأربع بالتالي وضحت لنا موقف المجتمعات المتعاقبة من السيدة رقية صلوات الله وسلامه عليها، وقد عالجت هذه النقطة. لو أردنا أن نأتي إلى الوظائف الإلهية، إذن من ابتداء من هذا المنطلق، الوظائف الإلهية للسيدة رقية. السيدة رقية سلام الله تعالى عليها وظائف إلهية أنيطت بها. طبعا كل رمز من رموز كربلاء، كل رمز من رموز كربلاء حددت له من الله ومن آل محمد عليه الصلاة والسلام.
حتما ويقينا. وظائف إلهية في المعسكر الحسيني على مرحلتين، مرحلة ما قبل السبي ومرحلة ما بعد السبي. لأن كربلاء حقيقة على ركيزتين أساسيتين، الركيزة الأولى يوم عاشوراء والركيزة الثانية ما بعد عاشوراء. الركيزة الأولى شاء الله أن يراني قتيلا، شاء الله دقق، المشيئة الإلهية متعلقة بقتل الحسين ومن معه. والركيزة الثانية المهمة هاي حقيقة نظام كربلاء، حقيقة المشروع الكربلائي بشكل عام، الخطوط العريضة. المرحلة اللي بعد يوم عاشوراء شاء الله أن يراهن سبايا، هن دقق مجموعة. هناك طاقم نسوي إلهي، هذا الطاقم النسوي الإلهي مسبي، هذا الطاقم النسوي الإلهي المسبي المشيئة الإلهية تعلقت به لحكمة امتحان الخلق. لماذا؟ أن الله أراد أن تسبى زينب لا لحبه بالسبي، إنما لامتحان الناس، إنما لامتحان الخلق. دقق، أول وظائف السيدة رقية في رحلة السبي تعليم الأجيال منهج الارتقاء. طبعا مصطلح رقية، طبعا مصطلح رقية مصطلح من أين مأخوذ؟ مأخوذ في الأصل من الارتقاء، بمعنى الصعود إلى الأعلى والترقي. هنا يأتي هذا السؤال، ما هو منهج السيدة رقية في الرقي وفي العلو في رحلة السبي؟ طبعا بعد رحلة السبي، بعد أن قتل ولي الله الحسين صلى الله عليه وسبيت العائلة، انحدر الركب البشري إلى قمة درجة، إلى قعر التسافل البشري البهيمي بالأصل. أصلا هم انحدروا من مقام إنسانيتهم وانحدروا من مقام بشريتهم، وصلوا إلى درجات عميقة جدا بالانحراف. هنا يأتي دور السيدة رقية في أن تبدأ برحلة العروج مرة أخرى إلى مقام الرقي الحقيقي. وكان هذا العروج وكانت هذه الوظيفة تركزت في ثلاث آليات. يعني السيدة رقية قامت بثلاثة آليات وبثلاثة مظاهر حسينية في رحلة السبي. من هذه المظاهر الثلاثة نتعلم نحن ونحن في عصر الغيبة كيف نرتبط بالإمام المهدي، كيف نتعلق بالإمام المهدي. طبعا السيدة رقية قامت بثلاثة أشياء. الشيء الأول كثرة السؤال عن أبيها، عما أين أبي. كل أرباب المقاتل يقولون السيدة رقية كانت في كل لحظة، في كل منعطف، في كل موقع، في كل منزل من المنازل، من منازل رحلة السبي تسأل عن أبيها. دقق، هذا الأمر الأول. كانت شديدة السؤال عن أبيها، ولذلك نحن في عصر الغيبة لابد أن نكون شديدي السؤال والتبحر والتبحث والاستقصاء عن والتتبع عن مولانا الإمام صاحب العصر والزمان. كما أن يعقوب سأل عن يوسف وبعد 35 سنة بعث وفد من أولاده إلى مصر يتقصوا له أحوال يوسف. اذهبوا فتحسسوا، هاي نقطة مؤصلة قرآنيا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كانت شديدة الحنين وشديدة الأنين وشديدة البكاء، وكلما هدأت الأسرة عادت مرة أخرى للأحزان وللبكاء، وكان المحرك هذه الصغيرة المعروفة بالسيدة رقية. هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث جادت بنفسها على رأس أبيها حتى فارقت الحياة. لعل البعض يسأل هذا السؤال، يقول كان من الأولى للإمام زين العابدين أن يجود بنفسه، لماذا نرى أن الإمام زين العابدين ما مثلا ما أسهقت نفسه على أبيه؟ أخي أحبسيه. لا، أكو نقطة أقوى من هاي بعد. أكو نقطة أقوى من هاي، أن لما أخذوا السبايا الرواة يقولون مروا بهن على مصارع القتلى. فالرواية التي يرويها كامل الزيارات ابن قولويه القمي يقول السيدة زينب رأت ابن أخيها وقالت له يا ثمالة الطيبين ما لي أراك تجود بنفسك. دقق، يعني كان الإمام زين العابدين يحاول أن يعطي نفسه لسيد الشهداء في يوم عاشوراء، وهذه قمة المصيبة، هذه قمة العزية. يعني الإمام لولا أن الله أراد
منه أن يرى لكانت تزهق روحه على بدن سيد الشهداء سلام. أحسنت. هذه مصيبة عظيمة جدا، ولذلك نحن نلاحظ أن السيدة رقية عندما بدأت تصرخ هناك يعني شباهة مصائبية عظيمة جدا بين السيدة رقية وبين السيدة فاطمة. السيدة فاطمة كانت تبكي كثيرا على أبيها. أحسنت. السيدة رقية كانت تبكي كثيرا على أبيها. السيدة فاطمة انزعج منها رموز السقيفة، وجاءوا إلى علي وقالوا له يا أبا الحسن، إما أن تسكت بالنهار وتبكي في الليل أو تبكي في الليل وتسكت في النهار. وجاءها وتباحث معها وقالت والله لا أسكت، ما أقل مكوثي بينهم. شبيهم الجماعة كانوا ضايجين من بكائي، ولذلك عدت فاطمة من البكائين خمسة. يزيد لعين أهل السماء وأهل الأرض. أيضا انزعج من بكاء السيدة رقية. أنا أسأل سؤال، ولعل البعض من أسباب عدم تقبل بعض الناس لهذه المصيبة، كانوا يقولون بأن القصور كانت محكمة، قصور الشامية كانت كبيرة وكانت محكمة. والسؤال هو كيف استطاعت هذه الطفلة المسبية المظلومة المقهورة أن تصل بصوتها إلى منو؟ إلى القصر. إلى القصر في أيام الشام، والقصر والخرابة هي في الخربة هي إلى جنب القصر. هي كانوا يقولون أن الخربة كانت عبارة عن سجن إلى جنب القصر. نعم. وهذا هو مو سجن، هي مو سجن. نعم. إنما كان حبس. حبس. أي. نعم. كان حبس. نعم. كان حتى الحائط مائل إلى السقوط حتى العائلة تدفن. نعم. وكانت متعمدين يخلوها بلا سقف حتى يعني يصير مدفن للعائلة كلها. طبعا في كتاب الأيام الشامية ذكرت كل هذه المصائب. أنا أسأل سؤال، إذا كانت السيدة رقية سلام الله تعالى عليها أعطيت من الله مقام الولاية التكوينية، هل تستطيع أي جهة أن تمنع إيصال صوتها إلى أبيها؟ أبدا. تستطيع أي جهة أن أبدا. تمنع؟ مستحيل. أبدا. أبدا. سيجي واحد يقول ما هي ولايتها التكوينية؟ أخي العزيز، مريم جاءت بطفلها الرضيع بني إسرائيل، وعندما اتهموها أشارت إليه قال إني عبد الله. أنا أسأل سؤال، الذين كانوا حضار عند مريم كم هي أعدادهم؟ بالمئات إذا لم نقل بالآلاف. كيف استطاع طفل رضيع أن يسمع صوته إلى الجميع؟ وقال إني عبد الله، أوصاني بالصلاة، آتاني الكتاب وأوصاني بالصلاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا. هاي كلها طفل رضيع عمره 6 ساعات يقول الإمام الصادق، وعلى مسمع ومرأة من هؤلاء، على مسمع ومرأة. يا أخي هسه الطفل الرضيع صير عنا مسافة 10 أمتار، ما تسمع صوته إذا راد يصرخ، إذا راد يبكي. أما فكيف بهذا ابن يومه، ابن ساعات الأولى، كيف استطاع أن يسمع؟ يعني هاي تقبلوها، هاي تقبلوها. بس لما نجي إلى السيدة رقية بنت الحسين المدفونة بخربة الشام، تجيبون بهالتشكيك والذبون، الحكمة شنو؟ وين تردون توصلون؟ وين تردون توصلون؟ أكو وثيقة أنا طلعت عليها عند الحكومة السورية من القرن الخامس هجري، أن هذا القبر هو قبر السيدة رقية بنت الحسين عليه السلام. فإذا تردون وثائق، الوثائق موجودة. موجود. تردون وثائق حكومية موجودة، تردون وثائق بالتاريخ، هاي الوثائق كلها موجودة. أنا أسأل سؤال، وهذا سؤال جدا مهم للقرآنيين. أسأل سؤال مهم، القرآن كيف امتدح السيدة مريم؟ بأي لحاظ امتدح السيدة مريم سلام الله تعالى عليها؟ طبعا امتدح السيدة مريم، قالت الآية 12 من سورة التحريم، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أول شيء صدقت بكلمات ربها، 2 كتبه، 3 وكانت من القانتين. طبعا القانتين، القنوت هو الطاعة للإمام والسكوت والدعاء والإمساك عن الكلام. القنوت الحقيقي مو أن تشيل إيدك وتدعي بالصلاة، هذا ظاهره. باطن القنوت الحقيقي في روايات آل محمد هو الطاعة للإمام والسكوت والدعاء والإمساك والتسليم للإمام، هذا هو القنوت الحقيقي. انتهى دور مريم لما أتت به قومها تحمله رقية أيضا حملت الرأس،
وبدأت تتحدث عندنا في الأخبار والروايات. هذه رواية عظيمة والله، هذه رواية مفجعة، هذه رواية المفروض تقرأ بجو من الجزع. تقول الرواية: فجاءوا بالرأس الشريف إليها مغطى، قالت: ما هذا؟ لم تقل من هذا، حسنت، ما هذا، لأن هي تعرفه، ما هذا، يعني استنكرت فعلهم. ثم بدأت بإقامة محكمة كبيرة، طبعا أكو مخطوطة موجودة في قسم الشؤون الفكرية، مخطوطة مهمة جدا، أنا اطلعت على هذه المخطوطة قبل تقريبا 3 سنوات. نعم. مخطوطة للعالم المرجع، توفي قبل 200 سنة، مدفون عند رأس الحسين تحت القبة، وهو صاحب كتب مهمة في الثقافة الشيعية، يعني عنده 3 موسوعات للتفسير. جميل. تفسير القرآن بروايات أهل البيت، وهو من مراجع الشيعة الكبار ومن مراجع كربلاء المقدسة. عنده كتاب 800 صفحة مخطوط، على أساس يطبع هذا الكتاب. اطلعت على مقتل السيدة رقية في هذا الكتاب، طبعا اسمه مفاتيح البكاء. يقول: عندما جاءوا بالرأس إليها بدأت السيدة رقية تبكي. الله. ثم قامت محكمة: أبا يا أبا، من الذي قتلك؟ أبا يا أبا، من الذي خضب لحيتك؟ أبا يا أبا، من للمسبيات؟ من للأيتام؟ من من من؟ يقول هاي محكمة كبيرة. يقول الناس ضجت، الناس المجاورة لخربة الشام يقول ضجت. يقول: مما أدى إلى أن يزيد أمر 5 من الجلاوزة أن يأتوا إليها ليسكتوها، فما استطاعوا، فبدأوا برفع بها حتى ماتت على الرأس المقدس. ولذلك عدنا بالروايات أنه مقام السيدة رقية مقام عظيم. هاي الآية لما تمتدح مريم وتقول: وصدقت بكلمات ربها، جاء التصديق بالكلمات قبل التصديق بالكتب. لماذا؟ لأن الكلمات أعظم من الكتب. طبعا احنا عندنا كلمات وعندنا كلام، الكلام هي الألفاظ النازلة من السماء، الكلمات هي الحجج الإلهيين. ما الدليل على ذلك؟ نفس هالآية 7 من سورة الأنفال: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. إذن المسيح هو الكلمة الذي امتحن الله تعالى به مريم وصدقت بكلمات ربي. طبعا كلمات ربها هي نفس الكلمات التي تلقاها آدم، وتلقى آدم من ربه كلمات. وهي نفس الكلمات التي وابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وعدنا بالروايات الكلمات هي آل محمد عليهم السلام. أما المسيح هنا فهو وزيرا لهذه الكلمات، كما جاءت في روايات الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. أحسنت سماحة الشيخ. بالتالي يعني لو أردنا أن نبحث عن مصيبة السيدة رقية صلوات الله وسلامه عليها، نعم، وهي بهذا السن، هي بهذا بهذه السنوات من 3 إلى 5 سنوات، لو أردنا أن نبحث عن وجه الشبه بين هذه المصيبة وبين مصيبة جدتها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. طبعا رموز السقيفة انزعجوا من بكاء السيدة فاطمة، كذلك يزيد لعنة الله تعالى عليه انزعج من بكاء السيدة رقية. فاطمة ذهبت إلى القوم ورقية أخذت إلى القوم. أحسنت. فاطمة هي التي ذهبت إلى المسجد وبدأت تتحدث معهم، رقية أيضا تحدثت ولكن أخذت قسرا. دقق. فاطمة أنت أن أجهش لها القوم بالبكاء. الله. رقية بكاءها ملأ أركان القصور الرئاسية في الشام. فاطمة أعطت للأمة الروح العزائية المطلوبة بعد رحيل رسول الله. لماذا بدأت تبكي فاطمة؟ لماذا؟ لأن الشعيرة رفعت شعارين. الشعار الأول قبل رحيل رسول الله صلى الله عليه، لما قال الملعون أن الرجل يهجر، بدأت الحملة العلنية لتسقيط الرتبة الاعتبارية لرسول الله. بعد أن دفن رسول الله وبدأت السيدة فاطمة تحاول إرجاع الناس إلى ذكر رسول الله، أن رسول الله لازم ما تنسونه، رسول الله لازم تبكون عليه، رسول الله لازم تشمون ترابه وتستنشقون شريعته، مو بس تشمون ترابه، ماذا على من شم تربة أحمد؟ لماذا جاءت فاطمة وجلست على التراب وأخذت تشم بتراب رسول الله حتى لا ينسي ذكر النبي صلى الله عليه وآله؟ يعقوب بنى بيتا للأحزان وبدأ يبكي عليه كل يوم في الصباح في المساء.
حتى بيضت عيناه، حتى بيضت عيناه. هذه هي الرتبة العزائية المطلوبة من فاطمة، الرتبة العزائية المطلوبة تجاه سيد الشهداء أعظم. لماذا؟ لأن الحسين هو المثبت للشريعة المحمدية، ولذلك السيدة رقية فارقت روحها على رأس أبيها. الرتبة العزائية المطلوبة الوصول إلى حد الموت لولي الله. الله. ولذلك هذا هاي هي السنة المعطلة تجاه أولياء الله. أحسنت. ولذلك أنت تجد مراتب متعددة في دعاء الندبة. يعني مثلا في دعاء الندبة، هل من معين يعين فأطيل معه العويلة والبكاء. بعدين يرجع لهناك، أين الضاجون أين العاجون، ضجيج عجيج بكاء صرخات. هاي كلها مراتب متعالية في قضية ندبة الإمام والالتحاق بالإمام والالتصاق بالإمام. لماذا؟ لأن منهج الرقي الروحي، منهج الرقي الروحي هو شدة العلقة بولي الله، شدة العلقة بالإمام المجعول من قبل الله تعالى. ولذلك نجد شدة البكاء، شدة الأنين، شدة الحنين للسيدة رقية مع الحرقة العالية، مع الشدة العالية تجاه ولي الله اللي هو الإمام الحسين. وهاي وين وقعت؟ وين وقعت؟ وقعت في بقعة هي أشد الناس بغضا للإمام الحسين. الله. صحيح. يعني بكاء السيدة زينب، بكاء السيدة رقية على الحسين، بكاء السيدة رقية على الحسين أقضت مضاجع الظالمين. دقق السيدة زينب ماذا تقول لما خاطبها يزيد، قال لها ماذا تريدين؟ تريدين العودة إلى الشام أم إلى كربلاء؟ قالت لا نريد الشام ولا نريد كربلاء، نريد أن نبكي على الحسين، كلما بكينا ضربونا بكعوب الرمح. الله. منعوهم حتى من البكاء على الحسين. دقق. فالسيدة رقية أتت بسنة عظيمة جدا في أجواء منع، وهذا مو شيء بسيط، يعني في قعر الإمبراطورية الأموية، في قمة، يعني في قلب القصور الرئاسية الأموية، قامت بهذه الشعيرة. يا شعيرة، رقية كانت راثية للحسين على رأسه في زمان رأس الحسين مرفوع مصلوب 3 أيام ويرمى بالحجر. دقق. الله. ولذلك هذه مصيبة عظيمة حقيقة. صلوات الله وسلامه على الإمام الحسين. ولو أردنا سماح الشيخ إذن بعد ذلك كله، نعم إذن هذا ما سمح به الوقت سماحة الشيخ، إذن شكرا جزيلا وعظم الله لك. قبل الله أعمالكم، عظم الله أجورنا وأجوركم إن شاء الله تعالى. حياكم الله. كذلك أعزائي المشاهدين، هذا شكر واصل إليكم إلى لقاءات أخرى. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. قبل الله أعمالكم إن شاء الله.